هل يعوض؟ هل لا خلاص انت ما صليتش الفرض، يعني مش زي رمضان كده لما باجي مثلا ما بصومش ايام فبصوم بقى بعوض لا لازم كذلك الصلاة لازم تعوض، ان دين في رقبتك. دين، دين في رقبتك، ومحدش ودين هيشيله الله عنك ان كمان. يقضى، احق ان يقضى، ده دين في رقبتك، فالصلاة اللي فاتتنا بنحاول نقضيها. طب لو انا فاتتني صلوات كتيرة قوي كتيرة بقى بعمل ايه؟ في ناس سنين بصلي مثلا. اول حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، اسئلة كتيرة بتجيلنا، واحد سنة او سنتين ما بيصليش فعايز يصلي يعمل ايه؟ بنقول له اول حاجة تنوينية خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى انك انت هتقضي كل اللي عليك. جميل. عزمت على كده واكدت على كده انك هتقضي كل اللي عليك. طيب بس يقول لي في صعوبه ان انا اقعد اصلي كل يوم 50 صلاه ولا 30 صلاه، نقول له لا، انت صلي مع كل فرد فرد من اللي فات، فرد من اللي فانت فات. هتصلي دلوقتي صلاه العصر بتاعت النهارده، تصلي قبلها او بعدها فرد من اللي فات، واذا اطلع الله سبحانه وتعالى على صدق نيتك وعزمك سيعوضك عما فات، ويعني سيسهل عليك القضاء ان شاء الله.